الدنيا زي الكوتشين، الذكي بيقش، فلما حد بيعمل حاجة جامدة بيقولوا له يا ولد، ساعات بيقولوا مفيش منه اتنين، تلاقي البنات دايما بتجري وراه، أصل ولد، ولو جاله العزول التالت بيعرف ازاي يوزعه، تلاقيه دايما على سنجة 10، ولازم حاجته تبقى 10 على 10، يعني أحسن جودة بأحسن سعر، زي فيانسيه كده، أصل ولد، والواد الجامد بيقش، مع فيانسيه هتقش.